هلا والله غلط. يا هلا والله ابو صالح. كيف كيف طول عمرك، الساعة المباركة نورتنا وشرفنا بالمهرجان. الله يحييك والله. الساعة المباركة. الله يحييك. طبعا هذا ابو صالح هو مالك المهرجان، مهرجان ايامنا الحلوة. صراحة انا تمشيت له وشفته، صراحة يستحق الزيارة. من قلب اقولها والله صراحة، شغل وتسوق. الله يحييكم. الساعة المباركة من الساعة 4 العصر للساعة 1 الفجر. الله يحييكم. شغلات. وموقع وين موقع؟ انا بنزل الموقع الدرعية. بس يعني الدرعية جوار جامعة المعرفة على طريق الملك خالد. يا هلا. الله يحييكم. الساعة المباركة. الله يحييك والله. يا هلا والله. 92. الله يحيي الجميع. عندنا العرض السعودية يوم الجمعة، وايضا عندنا نقطة انطلاق الالعاب النارية اللي عندنا او حاضر في المهرجان. انطلاق الالعاب النارية كأنه معانا في المهرجان. الله يحيي الجميع. الله يحييك. والهدايا طيبة تعجب الكل ان شاء الله. الله يحييك. الساعة المباركة. يا هلا. يا مرحبا. من الاخر باليوم الوطني، وهذا بيعطيكم نبذة عن جميع الحفل والعرض. العرض السعودي هي اهم نقطة من نقاط الاحتفال باليوم الوطني 92. الله يحيي الجميع. عندنا العرض السعودية يوم الجمعة، وأيضا عندنا نقطة انطلاق الألعاب النارية اللي عندنا أو حاضر في المهرجان. انطلاق الألعاب النارية كأنه معانا في المهرجان. الله يحيي الجميع. الله يحييك. والهدايا طيبة تعجب الكل إن شاء الله. الله يحييك. الساعة المباركة. يا هلا. يا مرحبا. الله يحييك.